اسرار التداوي بعشبه اللافندر. اشهر استعمالات العشبه لعلاج القلق والاكتئاب ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والمغص، او المرتبطه بالتوتر والقلق مثل المعده العصبيه والقولون العصبي. كما ان العشبه تحتوي على مضادات اكسده اهمها الروزمارينيك اسيد، والتي لها دور هام في وقايه الجسم من امراض كثيره. الجرعه، قد نستعمل اللافندر ربع معلقه صغيره مره يوميا، او مرتان ربع معلقه صغيره صباحا ومساء، او نصف معلقه مره يوميا. يعني نص معلقه ممكن نقسمها على مرتين في اليوم، ربع معلقه الصبح وربع معلقه بالليل، بدون اي زياده. ويتم وضع الكميه في ماء سبق غليه وتغطيته لمده 10 دقائق. خلطه من اللافندر لعلاج الاكتئاب، كميات متساويه من عشبه اللافندر وعشبه القديس يوحنا وعشبه الميليسا، يتم خلطهم ويتم وضع معلقه صغيره من الخليط يوميا مساء في ماء سبق غليه وتغطيته لمده 10 دقائق. شكرا.